أصدقائي كيفكم؟ وين ما كنتوا؟ بتمنى إنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم 1/1/2022 وعم بسجل بهذا الفيديو، وإن شاء الله رح أشاركه معكم اليوم. حبيت في بداية هالسنة الجديدة أختار أو أبدأ بعمل لكاتب رائع، كاتب مميز، واخترت مونباسون من الأدب الفرنسي. وهذا العمل ما رح يكون يعني الفيديو الأخير لهالكاتب، رح نناقش له أعمال أخرى إن شاء الله. وأتوقع أول 4 أو 5 فيديوهات بهالسنة الجديدة رح يكونوا من الأدب الفرنسي، وما ننسى كمان روايات عديدة من الأدب الروسي، يعني لسه اللي جاي على الطريق أكتر، وأكيد الأدب الإنجليزي. أصدقائي، القصة اللي معنا لليوم باللغة العربية ترجمتها كرة الشحم، وشوف ترجمة تانية كرة الدهون. القصة هاي بتدور أحداثها بالحرب الفرنسية الباروسية أو الحرب الفرنسية الألمانية، يعني لها تسميتين. لما نحكي الباروس يعني الحرب الفرنسية الباروسية، عشان ما يصير إرباك، إحنا ما عم نتكلم عن روسيا أبداً، إحنا نتكلم عن الألمان أصدقائي. إذا هي كانت يعني مقاطعة أكشلي ألمانية، من أهم المقاطعات وقتها، يعني الإمبراطورية الألمانية أو المملكة الألمانية. فالباروس هم نفسهم الألمان، دخلوا فرنسا ويعني احتلوا جزء من الشمال الفرنسي. فالحرب هاي رح أترك لكم بصندوق الوصف معلومات عنها لحتى نبدأ بيعني شرح القصة فورا. كل اللي بقدر لكم إياه هلأ على السريع إنه يعني هاي الحرب أصدقائي كانت جدا جدا مهمة، بل إنه البعض قال هي أصلا اللي هيأت للحرب العالمية الأولى. أكيد توجوه عنا ألمانيا وفرنسا، والإنجليز طبعا كالعادة كانوا بيراقبوا بالوضع، كانوا قلقانين لأنه يعني موازين القوى اختلفت في أوروبا. فقالوا لحظة شوي، موازين القوى اختلفت في العالم وإحنا ما بدنا هذا الشيء. فإذا الموضوع جدا شيق. يعني بيهمني تعرفوا إنه هاي القصة بتدور أحداثها أثناء هاي الحرب، أوكي؟ فخلونا هلا أصدقائي نبدأ مع كرة الشحم أو كرة الدهون، ورح نشوف سبب التسمية، يعني إيش يعني كرة الشحم، أوكي؟ مونباسون في يعني بيكون في قول سائد أو حكمة، أكشلي حكمة سائدة في الزمن اللي عاش فيه في فرنسا، وبتقول إنه الثروة تترجم إلى حسن الخلق، أوكي؟ اتذكروا هاي الحكمة كتير منيح من بداية الفيديو. واللي لازم أقولكم إياه كمان إنه مونباسون ما كان مقتنع فيها أبداً. يعني إذا أنا غني لازم أكون أنا يعني الأخلاق تبعتي عالية، أوكي؟ فالقصة هاي أصدقائي أبطالها 10. عنا الآنسة إليزابيث روسي، و رح نحكي عنها كمان شوي. هي بتكون عاهرة، وأنا قبل ما أبدأ تسجيل كنت بصراحة يعني محتار كيف بدي أوصفها، لأنه ما بدي أظن أعيد نفس الكلمة بالفيديو، فممكن نسميها يعني بائعة ليالي وردية، يعني ألطف شوي. وبيكون عندنا كونتيس وكونتيسا، إذن
رجل وزوجته، وبيكون عندنا كمان اثنين من الطبقة البرجوازية الفرنسية العليا، مسيو اي مدام لامادون، وعندنا كمان اثنين هو زوجته من الطبقة البرجوازية الدنيا أو المتوسطة. إذا عندنا برجوازية عليا وبرجوازية دنيا. بعدين عندنا اثنين راهبات، وعندنا رجل فرنسي سياسي ديمقراطي وطني. أوكي؟ إذا 2 4 6 8، وعندنا أجين إليزابيث روسي. هلأ إذا هي الأقل شأنا، أنتوا لاحظتوا الألقاب اللي أنا قلتها، التسع شخصيات الأخرى. إذا اتفقنا هي بائعة يعني ليالي وردية، ولكن بتكون يعني الأكثر كرما ويعني عندها أخلاق. ومون باسون يعني بيجعل من هاي الشخصية هي البطلة أصدقائي، على الرغم من أنه يعني الهرم الطبقي إذا بقدر أقول هي يعني بالطبقة الدنيا، ولكن هي البطلة. أصدقائي هدول العشر شخصيات بيكونوا مجتمعين في عربة، و العربة يعني اكشلي بيكونوا هربوا من الجيش البروسي، بيكونوا اوريدي دخلوا احتلوا مدينتهم، فهربوا لمدينة تانية للشمال. هلا كل شخصية بهالعربة عنده حكاية او عنده اكشلي سبب يعني من اجله، او هذا السبب اللي دفعه للهروب. اليزابيث روسي بتكون وطنية لأبعد الحدود، بتحب بيتها، بتحب المدينة اللي هي فيها، ولكن يعني قالت أنا ما استحملت منظر الجنود الألمان اللي هم البروس أجين وهم في داخل مدينتي، بل إنه أنا حاولت مرة إنه يعني أخنق أحد الجنود، وبتكون شجاعة. فالرجل هذا الفرنسي السياسي بيعجب بشخصيتها. هذا الرجل أصدقائي بيكون بيبيع وطنية، يعني شعارات، وكل واحد في العربي هلأ بيبدأ يعني مثل مزايدة على حب الوطن. العمل جدا رائع أصدقائي. الكونت بيقول إنه أنا يعني اضطريت إني أجيب النبيذ من الأقبية وأبيعه للحكومة الفرنسية. أما ميسيو لامادون بيقول إنه أنا يعني احتفظت أو يعني خبيت بعض الأموال ل يعني تهدى الأمور، بعدين بكشف عن مكان هالأموال. الثالث بيقول يعني الحرب جدا سيئة لأنه خسرنا المحاصيل، الماشية ماتت بالقصف، المزارع تدمرت. إذا ملاحظين إنه الكل بيحكي بالضبط عن موضوع واحد أصدقائي، أو عن فكرة واحدة اللي هي المال. وحتى يعني هم هاربين بالعربي هاي على مدينة فرنسية أخرى، بيقولوا إنه هناك رح يكون في فرص لجني المال أو كسب المال، خاصة هلأ مع الحرب. فمونباسون بده يوصل لنا كقراء إنه الحرب والجنرالات تبعونها، وبهذاك الوقت في أوروبا والملوك والطبقات البرجوازية هم اللي بيستفيدوا من الحرب فقط لا غير. اللي بيموت هم يعني الجنود المشاه البسيطين، أما الجنرالات أصلاً ما لهم دخل بيعني القتال، هم ما بيقاتلوا.
فرح نشوف كمان شوي ايش بيصير بالقصة القصيرة هاي اصدقائي. فالعربي بتكون ماشي ببطء، الجو بيكون جدا سيء، والكل طبعا بيكون هارب من هاي المدينة وما معهم الطعام. فلدرجة انه يعني الكونت والرجال اللي معه كل شوي ينزلوا من العربة وهم ماشيين ويزوروا المزارع يطلبوا من المزارعين الفاكهة أو يعني الخضروات، إيش في عندكم أكل؟ ولكن الفلاحين الفرنسيين ما كانوا يعطوهم، يعني عرفوا كيف يعني يخبوا الطعام، لأنهم لو أعطوهم الجنود البروس راح يعرفوا ويجوا ياخذوهم أو يعاقبوهم أتليست. فحتى الفلاحين الفرنسيين ما كانوا يساعدوهم. بعد ساعات طويلة يعني العربي ما قطعت إلى بعض أميال أصدقائي، الساعة 1 ظهرا بيتوقف الكلام بينهم. النساء طبعا اللي ما ذكرت لكم اياها هلا كمان بيتحدثوا بامور يعني بتخص النساء. عندنا مدام لامادون، هي بتكون مالكه لمصنع وزوجها طبعا مالك لتجاره النبيذ. الشخصيه المهمله لاصدقائي بالضبط بتكون الانسه اليزابيث روسي، اللي هي البول اوف فات او كرة الدهون، ما حدا بيتكلم معها. الساعة 1 طبعا الكل بيشعر بالجوع، وحتى الكونت يعني بمازح اصدقائه في العربي ويعني مثل بنكت وبقول انا على استعداد لدفع 1000 فرنك مقابل يعني قطعة لحم خنزير الآن. بتصير الساعة 3 والعربي ما زالت ماشي ببطء. هون الآنسة إليزابيث روسي بتكشف عن الطعام اللي معها، يبدو بتكون جايبة معها طعام يعني يوم خبيته. اللي قالنا يا مونباسون الكاتب انه كمية الطعام اللي معها بتكفي لمدة 3 أيام على التوالي بحالة ما وصلوا لوجهتهم. بيكون معها الدجاج، بيكون معها الفاكهة، بيكون معها 4 زجاجات من النبيذ. وهون طبعا الكاتب بده يفرجينا كيف رح نشوف بعدين أنانية و يعني أنانية وحقد هالطبقات العليا عليها. طبعا بيكونوا بينظروا للطعام، ويعني كيف الكونتيس وزوجته والرجال المهمين بالدولة الطعام أمامهم وحتى مش قادرين يطلبوا منها. على ما يبدو أنه بداية بتعزم الراهبتين ويعني بيلبوا عزومتها وبيشاركوها الطعام. مدام لوازون هون بيغمى عليها، وبعدين بيكتشفوا انه من الجوع فكمان بيعطوها شوي من النبيذ. وبعدين كل العربي بتشارك مادموزيل روسي طعامها، اكشلي يعني هي السلة او الباسكت اللي هي جايبته. أصدقائي بعد 13 ساعة يعني العربي بتوصل لمدينة أتوقع توت اسمها كان، وبيكون هناك مثل نزل يعني، وجنب النزل هو يعني منه في حانة، وبيقرروا طبعا أنهم راح يستريحوا هناك. بيكونوا خايفين إذا 10 شخصيات انهم يعني يخرجوا من العربة، لانهم بيكونوا سمعوا صوت ضابط الماني، وكمان بيكونوا سمعوا يعني صوت السيف وهو يعني على الارض. بيفتح العربة وبيكون معه فانوس وبينظر يعني ينظر اليهم وبيقول لهم انزلوا، بيرتاحوا بهالحانة او هالنزل اجين.
ويعني صاحبة actually صاحب هالنزل وزوجته بيستمتعوا بالكلام مع شخصياتنا العشرة، والزوجة بتقول إنه أنا عندي ولدين بالجيش بيخدموا بالجيش. أصدقائي بهاي الأثناء يعني صاحب النزل على ما يبدو بيكون راح تكلم مع الضابط، رجع لعند شخصياتنا العشرة وبيطلب من الآنسة روسيه إنه الضابط بده يتكلم معاكي على انفراد. فطبعا هي بترفض، ويعني بترفض بشدة. الكل بيحاول إنه يعني يقولها إنه لا تخافي، روحي شوفي الضابط إيش بده منك. وخاصة الطبقة البرجوازية بيقولوا لها يعني بمعنى لا تتحدي من هم بالسلطة. أصدقائي مونباسون هون وصل كتير رسائل، يعني اللي قلت لكم إياه للتو، الأكل والعربة، هو الكاتب إيش عمل بالضبط؟ هو 10 شخصيات، 2 راهبات أجين الكونتيسة هي وزوجها، طبقات برجوازية دنيا وعليا، وعندنا رجل سياسي والعاهرة أجين. هذا كان المجتمع الفرنسي بهذاك الوقت، واتعمد كاتبنا مونباسون انه يحط الاكل لحتى يفرج القارئ اللي كان بيقصده انه كيف الاموال بتتدفق بالمجتمع الفرنسي. يعني اللي ما معهم، الفقراء اللي ما معهم اموال، هم عايشين على هوى وملذات من لديهم المال. فيعني موضوع العربي actually أغلبية هاي القصة القصيرة كان داخل العربي ومين بتحكم في مين. فموضوع الطعام كان يعني الطعام يرمز إلى الأموال وإلى الموارد الأخرى في فرنسا بهذيك الفترة. أصدقائي أوكي طيب نكمل مع بعض. هلأ يبدو انها بتروح بتشوف الضابط مادموزير روسي وبترجع، ولكن بتكون يعني لما ترجع بتكون جدا جدا معصبة و يعني مستاءة للغاية. فبيسألوها ايش صار، ويعني بترفض ال 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 الكلام، ترفض الحديث. ف بعد ما يرتاحوا ثاني يوم في الصباح بيتوقعوا انه العربة جاهزة، الخيل جاهز، ورح يكملوا مشوارهم. ولكن صاحب هالنزل بيقولهم انه في اوامر من الضابط الالماني انه انتوا كلكم ممنوعين من السفر. فبيستغربوا اصدقائي، بيستغربوا كتير، ليش ممنوعين من السفر؟ احنا معنا تصاريح، كل واحد معه تصريحه، والباروس نفسهم اللي المدينة اللي طلعنا فيها منها وافقوا على مغادرتنا، فليش انت بدك تمنعنا؟ بيفرجوه التصاريح وبيقولهم اوامر من الضابط، هو ما بده اياكم تكملوا سفركم. ف بيقولهم انه راح يحكي معكم كمان شوي بعد الافطار. بيستنوا بعد الافطار، ما بيجي، وبيرسلهم كمان خبر مع الصاحب، يعني صاحب النزل، بما معناه راح يشوفكم بعد الغداء. فهيك راح نص يوم وهم ما زالوا في حيرة من امرهم اصدقائي، وبلش القلق والخوف. هون يعني عجلة الاحداث تبدأ تمشي معنا أسرع أصدقائي. بيصيروا يفكروا أنه أوكي يعني الضابط الألماني حجزنا، يمكن لأنه شافنا طبقة النبلاء الفرنسيين، وبالتالي هو
يعني بده يطلب فدية. هو حاجزنا لحتى يطلب فدية. بعد الغداء بيتوجهوا لمكتبه، بيطلبهم هو طبعا، وهم مونباسون يعني بيبدع بوصفه. اذكر انه في اسطر قال يعني هالضابط محشو محشو بزيه العسكري وشاربه، اللي بتعرف كيف كانوا زمان الشارب المستقيم، فهو بيشبه كل شيء الا الضابط. يعني هو المنصب اللي هو فيه هو مش له اصلا. فقال لهم انا ما بدي اياكم تغادروا ومن دون سبب. فبيستغربوا، وطبعا بيكون رافع رجليه على المكتب ومعه الغليون وبيدخن. فحتى البادي لانجوج تبعته طبعا كانت جدا سيئة، بيوصفها الكاتب أصدقائي. هلا بيرجعوا بيجتمعوا في الحانة، وهون صاحب يعني صاحب النزل بيسأل هالمرة اللي هي البول اوف فات، كرة الدهون، بيسأل إليزابيث بقولها غيرتي رأيك أو لا؟ فبترفض بشدة، بتقول له قول للضابط ما غيرت رأيها وما راح تغير رأيها. فهون لما يسمعوا بيقولوا معناته في شيء. وبتقولهم إنه الضابط الألماني ما راح يسمح لنا كلنا بالمغادرة إلا لما أنفذ له رغبته، وهي إنه هو بده يضاجعني، هو بده ينام معي وأنا رفضت، وما راح يسمح لكم بالمغادرة إلا لما ألبي له يعني طلبه أو رغبته. بالبداية أصدقائي ركزوا، خط تحت بالبداية طبعا بيستنكروا هذا الشيء، ولدرجة يعني اللي معها كمان بيكسر زجاجة النبيذ وبيكونوا معصبين كلياتهم. ولكن فجأة بيتذكروا لحظة شوي، يعني انت هاي هي شغلتك اللي بتعمليها بالحياة anyway، يعني de toute façon، فليش هلأ يعني رافضة هذا الموضوع؟ فبيستغربوا. تاني يوم في الصباح بيفكروا انه خلص يعني نامت معه والموضوع انحل، ولكن بيكتشفوا انه هي ما زالت يعني مصممة على رأيها. الرجل السياسي الديمقراطي هذا الفرنسي بهذيك الليلة اللي انا ما قلت لكم اياه، بيتوجه لغرفة روسي مدموزيل روسي وبيقولها انا بدي انام معك. فكمان بتستغرب، بتقول له يعني غرفة الضابط الألماني هيها جنبي، فكمان يعني يسمعني أو actually يسمعنا إحنا الاثنين مع بعض، هل هذا الوقت المناسب؟ وهون يعني أصدقائي مو بس هون بدي أوضح لنا إنه شايفين الكل بده ياخد حصته من هالشابة هاي. أصدقائي هون يعني بيعملوا اجتماع بينهم وبيحاولوا انهم يقنعوا مادموزيل روسي انه تلبي للضابط الالماني رغبته، تنام معه لحتى يتمكنوا هم من يعني تكملة سفرهم، وهي معهم كمان. فهون الكونتيسة بتقولها يعني بمعنى الغاية تبرر الوسيلة بالضبط، وبتقولها يعني هو الضابط وسيم، باي ذا واي الضابط رجل وسيم، ولو كان فرنسي لأنا ضاجعته كمان، يعني لو كان الضابط فرنسي أنا نمت معه، ولكن هو ألماني. فهي يعني هي تركت موضوع الجماع وركزت على الجنسية أكثر، يعني حتى تشتت تفكيرها يبدو، ما بعرف السبب. وظلت مستاءة جدا من اوكي هي عاهرة ولكن كانت رافضة
الضابط الألماني بيرسلوا لها يعني الراهبات، والراهبة يعني بتقول لها إنه بما معناه ما في أي مشكلة، بالعكس وطنية، وبيلعبوا على وتر أصدقائي الوطنية، أنت بتعملي هذا الشيء من أجل إنك تحررينا كلنا، أنت راح تعملي هذا الشيء من أجل فرنسا، اتسيتيرا اتسيتيرا. بتنام مع الضابط الألماني أصدقائي، بتوافق، بتنام معه. أصدقائي الجزء الثاني هلأ من القصة القصيرة اللي بيصير إنه بعد ما العاهرة تنام مع الضابط الألماني، طبعا بيسمح لهم إنهم يغادروا النزل ويعني يكملوا سفرهم. إيش بتتوقعوا اللي صار؟ اللي صار العكس تماما من الجزء الأول قبل ما يوصلوا للنزل. هلأ كل الشخصيات طبعا معهم المال، أغنياء، بيشتروا الطعام، بيكون معهم هلأ طعام، وبالضبط الشخصية الوحيدة اللي ما بيكون معها الطعام هي مادموزيل إليزابيث روسيه. ومون باسون ما بيذكر لنا يعني السبب، بس بيقول أتذكر إنه كانت على عجلة من أمرها، وبالتالي نسيت على ما يبدو الطعام بالحانة، فما بيكون معها طعام. ايش تتوقعوا اللي صار بالضبط؟ ثانك يو. اللي صار انه هدول المنافقين البرجوازيين والاغنياء، حتى الراهبتين ما بيعزموا اجين يعني العاهرة روسيه على الطعام، تخيلوا، وبالعكس يعني بيجافوها وبيعاملوها بقسوة، والكونتيسة بتكون يعني ترفع من صوتها لحتى تسمعها، العار العار. ومون باسون نفسه يعني بيكون بأسلوب ساخر بيضحك، بيقول الكرامة الزوجية، كل النساء فجأة صاروا يحبوا رجالهم. طيب النساء هدول كانوا بالنزل خايفين، وهاي من أروع الصفحات اللي قريتها بصراحة، يعني لأنه كيف المرأة بتفكر. لحظة شوي، هذا الضابط الألماني هو يعني اشتهى الشاب الصغير هاي روسيت أو روسيه أكشلي، اشتهاها. وطب ما هي امرأة وإحنا كمان نساء، فممكن عينه تيجي علينا بعدين اذا هي ضلت رافضه انها يعني تلبي له رغبته وتنام معه. فهم كانوا عارفين حتى لو رجالهم معهم ما رح يحموهم بالضبط، لانه يعني حكم القوي على الضعيف، هذا ضابط معه سلاح، فاذا هو ممكن يختار اي سيده منها، فكانوا جدا يعني خائفات. ولكن سرعان ما قالوا لا 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 لا، الضابط محترم وبحب يعني يحترم اكشلي يحترم النساء المتزوجات، ولكن يعني هذيك بائعة قلنا ليالي وردية. انا مش عارف شو العلاقة بين انه يعني ضابط لازم يكون محترم. عمركم شفتوا ضابط محترم؟ anyway، فالنساء يعني اللي كانوا خايفين قبل بس ساعات هلا صاروا يهاجموها، وما عزموها على الطعام. هون أصدقائي تبكي بهدوء، أجين العاهرة هاي إليزابيث روسيت تبكي بهدوء، و مسيو لامادوم بيسأل زوجته بيقولها لماذا تبكي؟ طبعا هي أنا وياكم عارفين هي تبكي من الصدمة، أنا ضحيت بجسدي، ضحيت بشرفي لحتى أحرركم كلكم، والآن أنتم انقلبتوا ضدي
حتى طعام ما بدكم يعني توفر مي أو تعزموني. فتبدأ بالبكاء بهدوء، ولما يسأل زوجته مسيو لمادون لماذا تبكي، بتقول له تبكي من الخزي والعار. هاي يعني أمور نسائية بما معناها، أنا بعرف هي بتبكي لأنها نامت مع الضابط الألماني، أي خزي وأي عار. فا أوكي ما عنده مشكلة، بيفتحوا النبيذ و بيتشاركوا كلياتهم زجاجة النبيذ، وأصدقائي بيبدأوا بغناء النشيد الوطني الفرنسي. كل سعيد، الكل رفع النبيذ، وبيبدأوا again رح أعيدها بغناء النشيد الوطني الفرنسي. والصبية هاي بتكون بتبكي. هاي نهاية حزينة طبعا ونهاية صادمة. وعلى فكرة أعمال مونباسون كل نهايات أعماله صادمة، أنا اللي بقولكم. فالنهاية جدا جدا أنا أوكي ما يعني ما بقدر أقول عجبتني لأنها نهاية حزينة، ولكن اتزامن بكائها مع النشيد. في أشياء كتيرة يعني هي قصة قصيرة سياسية دائما بتروح بالضبط على الطبقة، دائما بتروح على الطبقة اللي هي يعني الدنيا من المجتمع أصدقائي، ومين بياخد النصر أو يعني الفخر اللي هم الأغنياء. أوكي فهاي النهاية لحالها بتكفي لأنكم اللي أنا بقول اللي ما بدأ يعني أو اللي ما عنده فكرة عن مونباسون يبدأ بقراءة أعمال هذا الكاتب. أصدقائي بنهاية هالفيديو بتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بهالقصة القصيرة للكاتب الفرنسي مونباسون، واللي انتهى منها يعني. بتمنى كالعادة بفيديو اليوم أكون أضفت ولو شيء بسيط جدا لمعلوماتكم عن هالعمل الرائع. كل عام وانتم بخير كمان مرة 2022، راح أشوفكم أنا قريبا إن شاء الله. إلى اللقاء.